ايه رايك في فايلر؟ انا شايف ان هو مدرب كويس، يعني مدرب كويس. انت بتتكلم في فايلر شخصيه باكج شخصيه. هيكلم باكج فايلر بياخد كام يا فندم؟ فايلر بياخد كام؟ 140 اعتقد في الشهر. لا فايلر بياخد 180 مليون الف دولار. تمام، ياخد اولموست 1.8 كده. 180 الف دولار. انت بتتكلم في حوالي 2 يعني وربع مليون دولار في السنه. 2 وشويه دولار في السنه، يعني تقريبا. اقول لك بصراحه، فكره ارقام في مصر يعني. ممكن اقول لك حاجه؟ يعني تقريبا نفس المرتب هو نفس المرتب اللي بياخده تقريبا بنسبه كبيره، يعني ارتيتا في ارسنال بياخد 3 مليون باوند. يعني بتتكلم ان فايلر بياخد نفس مرتب ارتيتا في ارسنال. مصر بقت عاليه جدا. بتتكلم في يعني. انت بتتكلم في مدرب كويس، بس انت النهارده لما بتيجي مدرب كويس جدا، لكن النهارده لما بتيجي تدفع توصل للليفل ببتاع الارقام دي، انت وصلت لليفل الوحش. انت وصلت النهارده. لا مش وحش. لا وصلت الوحش بقى 6 و8. لا بس ده وحش بقى اللي هم الناس الثانيه. حازم انا ممكن اجيب لك دلوقتي بس ليفل عالي. يعني ليفل عالي، يعني مش بكلمك طبعا في مورينيو وانشيلوتي وبتاع. لا بس بكلمك انت بعدت عن الاجابه برضو. لا انت بالعكس الراجل ده بتقارنه. انت بتقول بالفلوس دي اقدر اجيب حد يعني؟ انا بقول لك ان الاهلي والزمالك النهارده، لو انا بدفع الفلوس دي، لو انا بدفع النهارده اكتر من 2 احنا زمان لو جاب من 5-6 سنين فاتوا والراجل ده كان في مجلس اداره نادي الزمالك، كان الماكسيمم بتاعك تقدر تدفع له مدرب 30000 دولار 35. ده الماكسيمم 25. فالنهارده طالما ان انت معلش فايلر مدرب كويس جدا، لكن طالما ان انت دخلت في الليفل ده، لا طالما ان انت دخلت في الليفل ده، في مدربين يقدروا ان هم يجي يغيروا لك خريطه النادي كلها.